سجل يمك واحد في تراث المعصومين عليهم السلام. أول أثر من آثار زيارة الحسين وأول بعد من أبعاد زيارة الحسين عليه السلام القرب من الله تعالى، نقطة الصدر. وعلى ذلك مو رواية، روايات، هاي واحد. اثنين، في أهم مصادرنا الروائية وأقدمها وأمتنها كمثل هذا الكتاب اللي أنا الليلة جبته على المنبر، اللي هو كامل الزيارات للشيخ الأقدم أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه القمي المتوفى سنة 368 للهجرة. احنا الآن يا سنة 1446. الشيخ ابن قولويه اللي هو أستاذ المفيد، أستاذ الشيخ المفيد، متوفى 368 للهجرة، يعني عمر هذا الكتاب أكثر من 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة، عمر هذا الكتاب أكثر من 1000 سنة في الواقع. في كامل الزيارات الشيخ ابن قولويه رحمه الله مو ذكر رواية، باب، تدرون الباب تندرج تحت عدة روايات، باب في أن زائر الحسين أو من زار الحسين كمن زار الله في عرشه. هذا باب، مو زيارة، مو رواية، باب تحت عدة روايات أنه من زار الحسين كمن زار الله. طبعا بس التفتوا لي، في رواية من زار الحسين كمن زار الله في عرشه، في أخرى من زار الحسين كمن زار الله فوق عرشه. ولعلم الأحبة الروايات اللي وردت بهذا الصدد عبر عنها محقق الكتاب بأن الحديث حسن، حسن، والرواية الأخرى هم عبر عنها الحديث حسن في الواقع. طبعا هاي من زار الحسين كمن زار الله في عرشه فوق عرشه ما يفهم منها التجسيم والعياذ بالله. أنا البارحة قلت بخدمة الأحبة، البارحة طرحت بحث مهم وتعمدت أطرحه قبل لا أبدي بهذا الموضوع، تعمدت أنا البارحة، ما أدري واضح الكلام، أنا البارحة طرحت فد أمر مهم قبل لا أبدي بهذا متعمدا طرحته، أنه غيرنا تراث ابتلى بالإسرائيليات، أما إحنا أبعد الخلق عن الإسرائيليات. عرفت الإسرائيليات أولا، بينت محتوى الإسرائيليات ثانيا، وأنها تدور في فلك أمور أربعة، بداية الخلقة، واحد التجسيم، اثنين اللي وقع بغيرنا في الواقع، التجسيم، اثنين، ثلاثة الطعن بعصمة الأنبياء، أربعة الكلام عن آخر الزمان خصوصا الدجال وحركة الدجال وغير ذلك. بهاي الأمور الأربعة تنشط الإسرائيليات، جاوبني حبيبي، اي خلينا نتعاون انا وياك، تنشط الإسرائيليات. بعدين قلت بخدمة الأحبة أنه رموز الإسرائيليات هم أربعة، جبت أسماءهم. بعدين بينت محطة أخرى البارحة بخدمة الأحبة أنه الآليات اللي اشتغلوا عليها الإسرائيليون لإدخال تراثهم في تراث المسلمين آليتين، آلية التقرب من الحكام وآلية، أحسنتم، الاستفادة من الأسلوب القصصي وبث السموم من خلاله، بحيث أنا البارحة نسيت أقول هذا تميم الداري اللي هو يشكل رمز من رموز الإسرائيليات، طلب من الثاني يوم بالأسبوع وهو يوم الجمعة أن يحكي هاي الطريقة القصصية على المنبر، فأذن له، فقام يصعد كل جمعة ويسولف الخرافات هاي للمسلمين، وذولا لا علم لا فهم هم يصدقون مع الأسف. بعدين قال له يوم واحد بالأسبوع ما يكفي يا أمير المؤمنين، قال له شو تريد؟ قال له يوم السبت هم أريد، قال له ما يخالف، فقام يقص الجمعة والسبت. بعدين اجى الثالث طلب منه يوما ثالثا اعطاه، فقام يحدث بالاسبوع 3 ايام، اجى علي بن ابي طالب شاله، علي بن ابي طالب قال لهم اسمعوا من اجى، اي واحد يقص بالمجلس بالمسجد اجلده، اجلده، وكان يضربهم امير المؤمنين
شال هاي العادة، بس مع الأسف أخذت فترة طويلة ولعبت جولة وفعلت ما فعلت وإلى آخره.